وزي كفن تبع الموجة. مرحبا بك في بنزرت. السؤال نتاعي اللي شفنا معناتها تكنيك جديده في المسرح هو الاستعانه بالريزو سوسيو معناتها كوميونيكاسيون ديريكت مع الجمهور نتاعك. سالنا سي محمد قال هذا اختيار منك انت، كان تحكي لنا عليها التجربه هذه وخاصه يظهر هي الاولى في تونس. هي الاولى في برشا بلايص مش كان في تونس، حتى في البلدان العربيه تلمو لي ريزو سوسيو ولاو ياسر مفروضين على البشر مش كان على التونسي، والعبيد حياتها ولات في لي ريزو سوسيو. دونك حاجه كيف هذه ما نجمش ما نحكيش عليها. اني نحكي عليها الناس كل حكيت عليها، لكن انها تتوظف هكا جد كفكره حبيت نجربها. خفت منها شويه على خاطر فما ريسك كبير انه تجيني اسئله ندرى كيفاش ما نجمش نجاوب عليها، والا اسئله يمكن ماهيش ما تخدمش بتاتر المسرحيه والعرض. حبيت ندخل في الافونتور هذيك، قلت مسالش بالنسبه لي انا المغامره، اي بالنسبه لي انا ديما في الديفي معناها، والحمد لله نجحت يظهر لي وصفا.